بنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا دايما كويسين ومبسوطين. اليوم رح يكون درسنا الأول في هذه الوحدة الجميلة بالعربية لغتي لطلاب الصف الثاني، رح يكون استماع. خلينا قبل ما نستمع مع بعض للنص اللي رح نشوفه، بدنا نصف ما نراه في الصورة الآتية. خلينا نتفرج مع بعض يا تاني، شو شايفين هون عنا بالصورة؟ شايفين طيارة، طيارة الملكية الأردنية. طيب واللي هون، هذا اللي طلعت منه أقلعت منه، اسمه مطار. ممتاز، إذا هذا مطار وهذه طائرة من شركة الملكية الأردنية. هلا خلينا نستمع مع بعض، وبدنا نجاوب على الأسئلة بناء على الاستماع، بس لازم يا تاني نستمع مزبوط ونركز، يعني ممنوع نحكي ولازم نسمع مزبوط، ويعني عشان نعرف نحن نجاوب صح. تمام، يلا خلينا نستمع مع بعض. طيب نستمع مع بعض. هاي الفيديو بتحدث عن أحب وطني الأردن. أهلا، العصفور يحب عشه، والإنسان يحب المكان الذي يسكنه، وأنا أيضا أحب غرفتي، بيتي، أهلي وأصدقائي، وطني. آه، نسيت أن أعرفكم بنفسي. اسمي سلمى، أعيش في الخارج، ولكنني أقضي دوما عطلتي الصيفية هنا. بسبب طبيعة عمل أبي فإننا نتنقل في دول مختلفة عربية وأوروبية. أفرح بالتعرف على البلاد والشعوب والعادات، وأبني صداقات مع أطفال مثلي، ولكن سعادتي لا توصف عندما أعود إلى بلدي. فمهما سافرت وابتعدت، يبقى الأردن معي، يسكن قلبي ولا يتركني أبدا. أنظر أحياناً من نافذة الطائرة فرحاً عند الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي. ما أجمل الأردن، إنه كنز من المجوهرات، مليء بالأماكن الجميلة، المدرج الروماني في عمان، وقلعة عجلون حيث بيت جدي. يدهشك بلدي الصغير الجميل ويجعلك تقع في حبه. أحياناً نغيب مدة طويلة، وأشتاق كثيراً للعودة، ولشدة شوقي أتمنى لو كنت أقدر أن أحضن الأردن بأكمله وأعانقه. عندما أسافر إلى بلد ما لمدة طويلة، آخذ معي علماً صغيراً وصورة لجدي وجدتي، فأنا أحبهما كثيراً. كلما شعرت باشتياق للعودة، أتذكر ثمار عطلة الصيف التي أقضيها عادة مع جدي وجدتي في عجلونة، وفي مساعدة جدي في قطف العنب والتين. بنبلش مع بعض يا تاني بهذه الأسئلة. أول سؤال كان عن سلمى، لما كانت تحكي إنها بتحب وطنها الأردن وهي مضطرة تسافر لأنه أبوها بيشتغل برا الأردن، وهي كتير بتشتاق للأردن، ودائما بتاخذ معها صورة جدها وجدتها وصورة العلم. فإذا عبرت سلمى بالبداية إنه هي بتحب عصفورها، لا بتحب أهلها. طب بتحب وطنها ومدرستها؟ لا، ما حكت لنا كثير عن مدرستها، حكت عن أهلها وعن وطنها، هذول كثير كثير بتحبهم. تمام، فإذا جواب السؤال الأول يا تاني رح يكون جيم، بنحط دائرة عليها. تقضي سلمى عطلتها الصيفية في بلدها الأردن، ولا بلاد عربية، ولا بلاد أوروبية؟ العطلة الصيفية تبعيتها تقضيها في بلدها الأردن، بترجع دائما على بلدها الأردن وبتشوف أحبابها وأصحابها. تساعد سلمى جدها وجدتها في تنظيف الحديقة، ولا زراعة البستان، ولا قطف العنب والتين؟ نعم، قطف العنب والتين حسب ما سمعنا يا تاني، إذا الجواب هو جيم.
نرسم إشارة صح بجانب المكان الذي ورد في النص المسموع. هل حكت قلعة عجلون؟ نعم. هل حكت مدرج روماني بجرش؟ نعم. ما حكت عن البتراء صح؟ طيب خلينا نوصل بين كل صورة والكلمة التي تدل عليها. يعني في عنا المدرج الروماني، المطار، العلم، والقلعة. هلأ المدرج الروماني هو هذا الصورة صح؟ فمنوصل هاي الصورة في كلمة المدرج الروماني. طيب هذا هو المطار، تمام؟ فمنوصله مع كلمة مطار. العلم أنا مو شايفة علم. هاي صورة قلعة، فمنوصل هاي مع صورة القلعة. برافو. طيب يا تاني ننتقل للسؤال الثاني. بدنا نوصل الآن ما بين النتيجة والسبب المناسب إلها. هلأ هي سلمى بتحب التعرف على بلاد وشعوب كثيرة، ليه؟ هي بتحب التعرف على بلاد وشعوب كثيرة لأنها تبني صداقات مع أطفال مثلها، تمام؟ إذن عشان هيك هي بتحب دائما تتعرف على بلاد ثانية وعلى شعوب وعادات وتقاليد، صح؟ طيب تأخذ معها سلمى صورة لجدها وجدتها، ليش يا ترى؟ لأن هي بتحبهم كتير كتير، فبتأخذ معاها صورهم، وبتأخذ معاها أيضا صورة العلم الأردني. طيب اللي بعديها، تفرح سلمى عند الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي. بالضبط، هي كتير بتحب لما تنزل الطيارة على المطار وتقترب إنها تشوف أهلها وأصحابها في بلدها الأردن، وذلك لأنها بتحب العودة إلى بلدها الأردن. طيب ننتقل للصفحة رقم 10. هلا يا تاني، مطلوب منا إنه هدول الجمل نرتبهم وفق تسلسل حدوثها بكتابة الرقم المناسب في السهم. هلا تعيش سلمى في الخارج بسبب طبيعة عمل والدها. هاي أول شغلة حكانا إياها النص المسموع. بعد ما حكانا إنه هي بتعيش برا، حكانا إنه سلمى كتير بتحب الأردن وبتحب ترجع لبلدها الأردن. فهي لما تسافر معاها مدة طويلة، شو بتاخد معاها؟ بتاخد معاها علم صغير، كمان بتاخد معاها صورة لجدها ولجدتها، تمام؟ وأيضا كل ما شعرت سلمى باشتياق للعودة، تذكر عطلتها الصيفية الحلوة الجميلة يلي دائما تستغل الفرصة وبتنزل فيها على الأردن. طيب خلينا نلون مع بعض العنوان المناسب للنص يلي استمعنا إله. هلا نحن اللي استمعنا إلى هذا النص الجميل يا تاني، هل كان بيحكي إنه سلمى قديه بتحب تسافر وحب السفر والتنقل، ولا أحب وطني الأردن، ولا لما حكت إنها تحب بناء الصداقات؟ إذن أحب وطني الأردن، كانت تتحدث عن وطنها الأردن إنها بتحبه كتير كتير، صح؟ فإذن بدنا نلون هذا، هاي الغيمة بدنا نلونها، تمام؟ أنا بدي أحط لكم هون صح، بس أنتوا لونوها. طيب نكمل مع بعض السؤال اللي بعده. أتذوق المسموع وأنقده. طيب قول لنا السؤال. قالت سلمى العصفور يحب عشه، والإنسان يحب المكان الذي يسكنه، وأنا أيضا أحب غرفتي، بيتي، أهلي، أصدقائي، وطني. هل أوافق سلمى فيما قالته؟ وبرر إجابتي. طبعا نوافق سلمى فيما قالته، لأنه كل إنسان بحب وطنه وبيته وبيئته، لأنه هو بجد فيها نفسه وشخصيته وهويته. فإذا كل إنسان بحب المكان اللي بيسكنه، لأنه خلص صار جزء منه، تعود عليه، فصار كتير بينتمي له، تمام؟ فإذا نحكي هنا، خلينا نكتب هل أوافق سلمى؟ بدك تحكي لي نعم أو إذا لا، عادي بتقدر تحكي لي أنت لا وتشرح ليه، تمام يا تاني؟ طيب إذا نكتب هون نعم. نعم منقول وذلك. بسبب تعلق الإنسان بالوطن والبيئة ومكان سكنه، خلص بصير جزء منه، بصير يحبه كتير، تمام؟ ممتاز.
أوكي خلينا نكبر لكم إياها شوي. إذن هذا هو الجواب. هلا آخر إشي طالب منا نختار الوجه الذي يعبر عن رأيي في النص اللي استمعنا إليه. تختار مثلا هاي السورة لأنك أنت حبيت هذه السورة أو حبيت هذا الدرس، تمام؟ طيب المرة القادمة رح نتحدث عن التحدث بطلاقة. بهيك يا حلوين بنكون خلصنا درسنا، نلقاكم المرة القادمة، إلى اللقاء.